مربوح. نعم. السبعة ونص هذه واش ناوي تدخل معطل الخدمة؟ نرى لما تخافيش عليا، واخا نمشي معطل ما كاين مشكل. لأن نيت المدير ما جايش هاد اليوم لأنه داير مرضي. وخذ راحتك. تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله تبارك الله. هاي 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 وطوال رجليك أسيدي ها؟ هاي. لاحقتش شفقتي لي دابا ترينيتي وجيتي ها؟ خمسة الصباح بدينا ماتش بالحق. دقينا تبارك الله تبارك الله فقتي في خمسة الصباح وهذه السبعة ونص. هاي هذه كلها أنترنيما. مالك أخويا أنت عندك جد ديال ألماني؟ عندي جد ديال هولندي. أسيدي سير لطفي دابا عاد غادي يمشي الناس حيت عنده النهار مقلوب. هكذاك. دابا الفطور ديالنا هو العشاء ديالنا. إي والله إليك بسلامة الله إليك. الله يعاونك الله يسهل. وليدة وليدة شي عشاء الله يرحم والدين. ها اللي قلنا السبعة ونص الصباح طالب العشاء. واش فيها؟ أجي جي أنت بغيت نسولك واحد السؤال. شت قالت لي ما ترقلتوا على الرياضة لا أنت ولا أختك لبنى. ودابا بقى لا غير انا دابا انا وامك نعاود نخرجوا حتى حنا نلبسوا السيرفيت ونخرجوا كنجريوا هادشي يبقى اش دخلوا بلا في هادشي هذا شتي بلا بعدا قتلها غير الحسد الحسد زيد قدامي الله يعفو علينا وعليك وبيني وبينك انت انت خاصك شويه ديال الرياضه شكرا ايه دابا دابا نتريني دابا دابا نتريني حتى ما تخافيش ملبوح سمعتي الخبر الجديده الله يسمعنا خير اش من خبر قال لك سيدي المدير الجديد قرر بس يبدل كاع الموظفين يبدل كاع الموظفين نعم غادي يبدلنا حنا ايه وغيزيد بلاص كل موظف غيزيد اورديناتور وشنو هو السبب ايوا قال لك سيدي حكا حكا لي زورديناتور ما كيغيبوش وكيبداو خدمته في الوقت هي الاورديناتور عنده طوموبيلات وما يطلب زياده ما يتسكى هي قلنا بس عليهم وخلاص دابا خصنا نحتزو راه في خير ايامنا غنوليو تنصوبيو ومزبدين في القهاوي معقول غادي نديرو اضراب وغادي نجمعو حنا كلنا الموظفين ونديرو باندات حمراء في درعنا باندات لا 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 مربوح غادي تنفع سما مربوح واه اش غنديرو اجي نلبسو كلنا تركويات حمرين انت دابا غير تتلون بعدا بعدا نزيبو بعدا وسائل الاعلام مالهم غادي نخبرو وسائل الاعلام وغادي نجيبو الاذاعه والقنوات كلها باش تسمع الاحتجاجات ديالنا ها دابا انت معايا في الخط وعاد داكشي ندير واحد اللزنه ياك اللي نطقسها انا بس نحتز على الوضع ما قلت عيب فين القهوه اش من قهوه ولا شي ديجا برطانت الله يهديك هاد الاداره الجديده سيدي قالت لك ما من لا القهوه لا اتاي بعزيك لبس نطره لك ما سمعتيش الخبر الاخير قال لك سيدي بغى يعوضوني بسكرتيره اخويا دخل عند المدير شكي المدير دخلت عنده باش جاوبني المدير قال لك اسيدي حنا بغينا نجيبو سكرتيره زويونه وطويله وسنانها بويض ايوا على ما نجيبو سكرتيره من السويد اسيدي انت بايزه عندك شكون داير شي فلاس انا ولعولي بلا مشرج ما سي دريس غير الوجه ديالي مابقاش كيعجبهم والسلام هاد الناس احمد الله راه قال لك اسيدي راه الاداره كلشي غادي يتبدل حتى حنا قال لك غادي يبدلونا بالماكي او اي او اقول يا او سير الله يعفو علينا وعليك سير اجي انتي اش كديري هنا شتك انطوني غادا لونترينمون ديال بصح مزيان شوفي تريني مزيان باش تشريك شي فرقه بصح بشحال خويا كيشريو 300 400 500 مليون ماشي بزاف ويلي 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 دابا اختك الا شريتي شي فرقه غدير لاباس ولكن كيبان لي محال واش يعطيو فيك الثمن ديال شوف صافي صافي انا كنعرف واحد الدري صاحبي عنده واحد الفرقه مزيانه سمعتي ديال شاد الفرقه ديال عبيده الرمح صبر عيش أهلاً عمي
تعشيتوا ولا مازال؟ تعشينا. تعشيتوا؟ تعشينا مع استاذ العشية. استاذ العشية؟ مالكم السبيطار؟ سبيطار؟ والد والده دايرين الرجيم خافوا لا يغلطوا. خافوا لا يغلطوا؟ وأقول دايرين الرجيم لجيوبهم بحق المرة اللي ما جا نجيهم في الربع. مركز تبقى غطرطة. مالك مالك فري فريدة الله أكلا باس أمي في ديك أنت. هذه واحد تهريسة قديمة فقط عليا. دوبل فراكتور. أيه دوبل هذاك اللي قلت إهدا. أكلا باس مالك. 10 سنين هذي وقعت لي ملي كنت في التنس. أمي تنس ما يمكنش. إيه كنت في التنس أنا. يا سي سماتش هذا. لا تركت من عند الجمهور. جمهور؟ واش قربك انت للجمهور؟ كنت نبيع المنادى. ويلي يا عباد الله ويلي ويلي على عائلتي مربوح ما فيها حتى شي واحد كيحمر الوجه الا انا. تبارك مع عائلة مربوح. كيفاش عائلة مربوح؟ عائلة مربوح هاز دير فيها العباقره. راك انت اللي غشيم وما كتعرفهمش. ما كنعرفهمش. عمرك طويل الوليد دردك. ندردك اسيدي علاش لي ما ندردكش انت؟ ندردك باش يطول لي العمر وانتم تجلسوا كتريتلو فيا. اش هادشي لابس انت عاوتاني؟ كملوا ديال الكاراتي. واستغفر الله العظيم انت كلشي كديرو بجهاله. الصباح الجري بالنهار الكاراتي. سير 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 سير. فينك تعطلتي اليوم؟ انا واقيلا غادي نقدم استقالتي من هاد الخدمه هادي. استقالتك؟ مالك ياك لاباس اش وقع؟ مع واحد المدير جديد. قال لك اسيدي حنا واحد المجموعه ديال الموظفين جمعنا حنا شي خمسه بينا قالنا سمعوا الله يخليكم انتم راكم فنيانين. قال لك اسيدي وغادي يخدم غير العيالات. فوالا الا بغيتي الحق عنده الصح. حتى انت قول لي يا ربي الله يخليك هذاك الشيء ديال البيع والشراء باقي فيه شي ما يدار؟ لا الحركه عيانه ياك. انا زعما قلت نفكر ندير شي مشروع تجاري واخا نبدا نوصل غير الملفي الاثيوبيا. والله العظيم انا وليد حتى انا فكرت في هذه القضيه. هانت شوف غتمشي عند رئيس المجلس البلدي قول له يعطيك رخصه ونخدم انا وياك في شي كيوسك كاع انت احسن لك من الوظيفه. نبيعو غير الرايب وميرفي كي قلتي. الرايب باش تطب ليا في الفضل وفي راس المال ياك. ولكن هذه الفكره ديال رئيس المجلس البلدي والله الا فكره مهمه. مخير. لانه صاحبي وعندي معاه علاقه طيبه. ايه وكيدير هذا الرئيس الجديد كيدير؟ هو عمر هذا راجل مهم وعنده تجربه كبيره في الحياه. انا على ما سمعت قالوا لي راه كان مزوج بشي 27 مره اللي واخد. 27؟ هو ياك عنده الحق غير في ربعه. ايوا راه مديكلوري غير ربعه. ولا كان عنده 27 مره شحال عنده من ولد؟ وهو عنده قال لك عنده شي عدد كبير ديال الاولاد شي تقريبا قال لك واحد شي 48 ولكن مديكلاري غير 8. عنده تجربه كبيره في الحياه كي قلتي. ايه لا مهم. وانا هذا الشيء سمعت وعاد انه مطلق شي 15 اخرى. صافي هذا هو اللي كيقولوا له شهر ايار. ولي سميتو بوشعيب مارياج معروف. وعلاش هو نجح كاع في مجلس البلدي؟ راه انتخبوا عليه غير عائلته وازواج ديالو. خويا باش ننجح. خويا بغيتي الصح بغيتي المعقول نصيحه لوجه الله سير كاع بخدمتك. ابقى في خدمتك ما تبقاش هيك كطير. راه ما ينفعك لا بوشعيب مارياج لا بوشعيب ديكالاميناج. حقيقه الوالد والله العظيم. ومع ذلك غادي نبقى كناضرب. غادي نناضل من اجل مصلحه العمال والعاملات. وانا عندي اجتماع من هنا اسبوع عندي مع واحد مسؤول كبير. غادي نمشي عنده نفرق عاد الرمانه. دينا معاك اخويا. واش تحمق ولا مالك؟ احنا انا غادي بصفتي كممثل ديال العمال وانت اش غنقول لهم؟ شكون انت؟ وانت نمثل معاك انت عارف هادشي ديال التمثيل. التمثيل؟ خلينا من الهضره الخاوي. شوف دي معاك انا وليد دي معاك انت اش خاصك؟ غادي ندي معايا واش انا غادي نمشي نلعب الضامه ولا؟ دي معاك حتى تما وربطو مع الباب. نمشي نبدل عليا انا راه انتم راكم ساهلين وحكم انا راسي عامر بالمشاكل انايا. انتم جلسوا غير قولوا لي هنايا. ما يكون بس انا وليد ما يكون بس. شي حب كيلقي العزاب كتضرب يداك تيلو. ها بنيتي ها شتي ماما هادشي بعدا كله راه سي دي باسي. الناس راه كيشريو العدس من نقي ناضي واجد غير يحطوه في الكوكوط. نقي بركه من الهضره خاويه. نوضي بنتي شوفي شكون. يلا كلشي من هنا. شكون كاينه؟ ماما خالتي سعديه. ماما في الكوزينه. انا نعيط ليها ماما. ها ماما ها
جاية. ماما. أهلا أختي سهدية. كيف سمحتي؟ الحمد لله. لاباس عليك. الله يوفقك. غير جيت عافاك بغيت شي وقيلة سالت لي البريكة. يا ويلي السعدية عندك كي تكوني كتكملي؟ لا لا البريكة ديال البوطاكاز. خلعتيني صحابي ما بيناتناش الله يرحمك. عافاك. بعضياتنا. عافا اللي كاينة نظيرة كثر خيرك. فكرتيني في الشهادة. هانتي هاد الورقة جيبي لي هذاك الشيء اللي مكتوب فيها. لبنى وقيدة خالتك السعدية يلا. اختي سعدية واش كضحك عليا؟ هادشي راه كيف السوبر مارشي زعما؟ ايوا ماشي مشكل سمحي لي على هاد لا حبيبي ما تقلقيش ما بيناتنا زيدي قلتي معايا غير خصها تطلع هي لا مزروبة الله يعطيك الصحة لا 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 مزروبة وصباح هذا باقا كاع ما حليت عيني يا الله يسي مازال الحال الغدا قولي لي فين وصل ولدك؟ أحيانا اش غادي يوصل؟ ما دار والو القراية راه خرج منها ايوا ايوا هذاك الكونكورات كيكتب ليهم عمرهم ما جاوبوا تحت ما جاوبوا ولكن شنو ناوي يدير دابا ملي هادشي كله داروا ما تمشاش غيدي غادي يترشح في الانتخابات الجايه ربي ربي والله الا فرحتيني ما هو عنده الشواهد غادي يطيرها في السما ينجح ولا تنجح ويلي نظيره الانتخابات راه ماشي بالقرايه عرفتي هو راه عنده شعبيه كبيره في هذا الدرب بحال مولته كلشي كيعيط ليه يلعب الكره ايوا لا اللي مش مالي حرام نجح ان شاء الله هما غادي يخدموا يا ربي زين عليك لطفي خالتك السعديه جا سلم عليها الله يلطف بينا يا ربي الله يلطف بينا خالتي السعديه صباح الخير اولي كديره صباح الخير يا سمعي خالتي السعديه شتي ولدك الله يخليه ليك ما عمرو غادي يعتب معايا في شي ماتش عيان مسخسخ مدقدق لا لا غادي يصح لا مالو غتبقى يكور معاك ديما ما فين تكوروا واش مالك يا شنو اشطر اي والله سبعه لزيرو سبعه لزيرو كيف نديرو ربحتو ربحنا كي غادي نديرو ربحو ولدك لعب معانا ولكن بغيتي نتفاهمو انتما ديما رابحين كيف وقعت خسرتو هاد المره واليوم بالعكس اليوم بالعكس الحكم قال لك نسى النظاظر ديال الشوف بالحق انا اللي داير انا اللي معيط لهم فيقوا في الصباح بكري صافي واش اجي مرات ما تقلقش انا لطفي مره اخرى الماتش الاخر غتربحوا والله لا باقي لعب معايا في شي ماتش صافي ما ديش عليها السعدية ترى اليوم هذا مره يدافز مره يتصالح بحال ولدي ما تقلقش منه خالتي كلوقيت ما كطفاش الو ماما كي داير لاباس اما شكاو بيا المسؤولين ايه بغاو يخرجوا عليا الاشاعات جميع الحقوق عطيها اليوم ماما جميع الحقوق ايه ما تخافيش صافي قولي يا ماما قولي الكادو اللي صيفط لك عجبك نصيفط لك شي مضمه عندك وصلتك شي مونيكا غير ما تقلقيش من جهتي الوالدة ما تقلقيش وما تبقيش تصدقي القيل والقال انا راه ولدك راه مدير واش من مدير قداش ايه وغير الحسان وصافي واخا دابا نجيب لك الدليل صافي بسلامة بغاو يخرجوا عليا بغاو يحمقوني بغاو يحرموني من البتي باو شوكولا ديالي عيسى قول لهم يدخلوا يلا صباح الخير ميزامي صباح الخير يا اعز الموظفين عندي صباح الخير يا سيدي المدير تفضلوا اش تشربوا اش تاكلوا شكرا بارك الله فيك انا بغيت نسوق باناسي انا سعاده المدير على جعل خاطرك بغيت شي لافوكا باللوز واخا علاش مشيت تشكيتوا بيا لعند المسؤولين ها علاش مشيتوش لعندي انا ونلقى لكم الحل كل المشاكل ديالكم علاش ياك انا ندير لكم خاطركم سوف سعادة المدير زيب لينا بعدا نسربوا العصير على العصير نكملوا هضرتنا ايه اسمح لي نسيت
عيسى جيب جوج ديال العصيرات. ايه واحد باناسي لافوكا باللوز يلا دير فيهم شويه ديال اللوز يلا. وكنظن سيد المدير رحنا قمنا غير بالواجب ديالنا والمهمه ديالنا على احسن القيام. ياك السي مربوح انت كتجي حتى العشرة ها كاين ولا ما كاينش؟ نعم سي كاينه. يغوت نسمع ما ودني دراني كاينه سعاده المدير كاينه ما نكذبوش على الله. وانت يا سي دريس ياك اسبوع كتجي واسبوع ما كتجيش ها كاينه وجاوبني وغوت مزيان باش نسمع. كاين دابا نتكلم معكم بكل وضوح أما حسن تاخذوا 10 الملايين لواحد وتبقاو في الخدمه ديالكم مستافدين من كل الامتيازات ولا نتوقف انا على الخدمه ديالي وانتم ترجعوا موظفين عاديين ما غتستافدوا حتى شي حاجه. 10 المليون حسن قوت 10 المليون حسن. يا سعاده المدير ما بنادم ياخذ 10 المليون ويسكت ولا يبقى مهمش. والحل سهل غادي تمشيو عند المسؤولين وغتقولي لهم بانكم تسرعتوا وبانكم كنتم مدفوعين من طرف شي عمال عندنا مشاغبين في العمل وبان المدير قايم بالعمل ديالو وبالواجب ديالو الوطني والمهني والقومي والانساني. ولكن سعاده المدير كيفاش غادي يكون فينا البارح مشينا كنقول للمسؤول بانك راجل مصالح شاي وماشي في المستوى ونجيو اليوم نقولوا له ما ودي راه حنا رجعنا في كلمتنا راه ما راه ولا راجل مزيان. انا غندافع عليكم غنقولها لماما. ستي سكت راه غيقولها لماما. ستي دابا ملي غتقولها لماما وغدافع علينا شوف حنا غنمشيو سيد المدير. ايوا صافي. اذا انتوما كتعترفوا باللي انا داير خدمتي. الله يا ودي ونعم الرجل الكفاءة والسمعة الطيبة والقيام بالواجب ونعم المدير الرجل المناسب في المكان المناسب. رجل مثالي وأخلاق طيبة وسلوك حسن تستحق الذكر. نحن سنكون معك. وين تغتشو على المسؤولين؟ غادي إن شاء الله أنا غادي نمشي. ولكن تعطينا غير الضمانات. بغيتو الضمانات؟ نعم أسيدي. هيا ويلي 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 جنة.